أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بدأ الأسير عبد الله البرغوثي المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين يدخل في نوبات إغماء متقطعة، ما يخشى أن يدخل في غيبوبة كاملة، كما ويخرج أنفاسه بصعوبة بالغة. وقالت محامية وزارة الأسرى حنان الخطيب إن الأطباء قرروا إجراء عملية له في يده اليسرى بسبب انغلاق الشرايين والأوردة نتيجة تخثر الدماء فيها، ولكن الأطباء أجلوا ذلك إلى بعد إنهاء إضرابه خوفا من حدوث مضاعفات صحية. ويشار إلى أن الأسير البرغوثي مضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما. أعلن وزير العلاقات الدولية والاستخبارات في حكومة الاحتلال يوفال ستاينز إسرائيل تستعد للإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجونها في بادرة حسن نية رداة الاتفاق على تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد أعلن أمس أن الإسرائيليين والفلسطينيين وافقوا على استئناف محادثات السلام المباشرة الأسبوع الجاري في واشنطن. قال الاتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة أنه سيمضي قدما في تنفيذ خطط تحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة. وتنص القواعد الأوروبية الإرشادية على أن الهيئات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي المحتلة لا يحق لها الحصول على منح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي بدءا من العام القادم. في موضوع آخر، وفي أول صرخة لمواطن في نظام أشكيلامين الذي تنتجه وتبثه مؤسسة وطن للإعلام بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، يقول المواطن مشهور أبو الرب من قرية جلبون شرقي مدينة جنين والذي فصل من جهاز الشرطة عام 2007 بعد خدمة 12 عاما ولم يتمكن حتى الآن من العودة لعمله رغم قرار المحكمة العليا، يقول لولا الخوف من الله لكنت أول من حرق نفسه قبل محمد بوعزيزي. بوعزيزي السابقة هاي اللي فجرها حقيقة لولا الخوف يعني من قضية انتحار وحرام وحلال كان سبقته فيها بسنين، لأنه أنا من 2007 وهي يعني أنا في هذاك الزمن كان وضعي أسوأ ما يمكن أن يكون، والناس بصراحة ما حدا داري عن الثاني يعني والله أعلم بالحال يعني. قال رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدالله أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل تأمين صرف رواتب الموظفين في موعدها قبل عيد الفطر ودفع ما عليها من مستحقات للموردين والقطاع الأهلي. ونختم الموجز بهذا الخبر، فقد سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الشيكل الإسرائيلي استقرارا اليوم في التداولات المصرفية، فقد صرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل و57 أجورة، فيما صرف الدينار الأردني بخمسة شواكل و4 أجورات، أما اليورو الأوروبي فقد صرف ب4 شواكل و69 أجورة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.